مرحبا بكم. ثم برشا اخبار جديده على ليكيب ناسيونال، وهذا حبيت نقول لكم في الفيديو هذا. اول حاجه، رسميا الفيدراسيون استغنات على خدمات الان جيريس. الحقيقه بعد مده طويله وسخينا الفيدراسيون باش تخلي الان جيريس على راس ليكيب ناسيونال، حيت بعد ما خرجنا من المرتبه الرابعه في الكوب دافريك نتاع مصر 2019، القرار هذا يبطا شويه نوعا ما بعد شهر كامل. الحقيقة توقعنا بعد جمعة اثنين الفيدراسيون تعلن على فسخ العقد بالتراضي ما بين الفيدراسيون وألان جيريس، ما قعد شهر كامل، وهذا توقعنا اللي معناتها يمكن يقعد ألان جيريس في ليكيب ناسيونال، حيث وصل لدومي فينال وحقق اللي موجود في الكونترا. بريف، الفايدة ألان جيريس خرج رسميا، وهذا اللي هبطوا موقع فيدراسيون معناتها أمس رسميا، فسخ عقد بالتراضي ما بين ألان جيريس والفيدراسيون. شكون المعوض؟ حسب موقع نسمة، المعوضين هما اثنين، نبيل معلول ولا عمر السويع. حيت ريت في الارتيكل موقع نسمة قال حسب مصادرهم هما واطلاعهم مع الفيدراسيون، قالوا الفيدراسيون ما عادش باش تلوج على اونترنور من برا، تحب اونترنور تونسي يعرف الفيكتيف بالباهي باش يجم ينجح مع ليكيب ناسيونال. كما قلنا، نبيل معلول ولا عمر السويع، زوز أسامي كبيرة في التدريب في تونس. عمر سوايح حرينا قبل ليكيب ناسيونال، ونبيل معلول عمل نجاحات كبيرة مع ليكيب ناسيونال قبل ألان جيريس وقبل فوزي بلزرتي. اللي يجي مبروك، مي بالنسبة لي أنا شخصيا نبيل معلول هو الأجدر أنه يكون في على رأس ليكيب ناسيونال. نستناو الأيام القادمة شكون باش يكون معوض ألان جيريس، وخطوة باهية من الفيدراسيون، حيت خرجت ألان جيريس باش تجيب اونترنور تونسي. احنا نشجعو المدربين التونسيين، حيت كي توفر عندهم كل شيء ينجحوا في المنتخب الوطني التونسي. الفايدة، عندنا ماتشوات اميكال زاد حبيت نقول لكم عليهم. كونتر موريتانيا في 6 سبتمبر في رادس، وكونتر الكوت ديفوار في ستاد رين 10 سبتمبر. هذوما معناتها البارتي اميكال تحضيرا لتصفية كأس افريقيا اللي باش تصير في الكاميرون في 2021، منها بريباراسيون لتصفيات كأس افريقيا، ومنها ان نشوفوا معناتها بريباراسيون زاد لونترنور القادم اللي بيجي لليكيب ناسيونال. الفايدة، هذوما الماتشوات اميكال كما قلنا، 6 سبتمبر كونتر موريتانيا و10 سبتمبر كونتر الكوت ديفوار، بارتيات اميكال مزيانين. وكونتر موريتانيا اللي عملنا معاها ماتش خايب برشا في الكوب دافريك، وكوت ديفوار ديما تقعد كاليبر قوي في افريقيا. نستنى كما قلنا شكون الاونترنور، وقلنا تحضيرات لتصفية كأس افريقيا 2021. المجموعة اللي هبطنا فيها في التصفيات كونتر ليبيا، تنزانيا، وغينا الاستوائية. هذوما الماتشوات والتصفيات باش يبداو في نوفمبر. ان شاء الله ايكيب ناسيونال ديما مشرفتنا ومنورتنا، ونختاروا اونترنور باهي، ونعملوا بريباراسيون تحفونا، ونعملوا حاجه باهي في التصفيات اكيد هذا، وفي معناتها في الكوب دافريك نعمل حاجه مزيانه ان شاء الله تتر عنا من كامبرون نجيبوه. وبخصوص معناتها ليكيب اولمبيك زادا تلعب في 5 سبتمبر كونتر الكاميرون، حتساعد ليكيب ناسيونال، وان شاء الله في فيديوهات جديده من عالم امين. الى اللقاء.